كانت اللحظة الحاسمة، لحظة تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا. عملها جوارديولا وفاز باللقب بعد سنين طويلة حاول واجتهد وكان الحظ لا يحالفه. اليوم الحظ ابتسم لمانشستر سيتي. بكاء هالاند من الفرحة، هالاند يبكي من الفرحة لحصوله على لقب دوري أبطال أوروبا. فرحة عارمة لبيب جوارديولا، فرحة عارمة لكل محبين نادي مانشستر يونايتد، النادي المقاتل القوي حاصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بجدارة، كان يستحقه بدون منافس. نبارك طبعا لرياض محرز لحصوله على دوري أبطال أوروبا. ألف مبروك يا رياض، ألف مبروك لكل الشعب الجزائر لحصول رياض محرز على لقب دوري أبطال أوروبا. هارد لك للإنتر، فريق قوي ممتاز وكان الأفضل اليوم، ولكن الكرة ابتسمت لمانشستر سيتي لأننا أحببنا مانشستر سيتي وكنا نتمنى أن يفوز. الكرة ابتسمت للجمهور.